سالي، لم يكن الإبداع السوري عبر التاريخ إلا بصمة مميزة ما بتشبه غيرها، وبجميع المجالات الحياة وبمجال الروبوت كان كمان فرضت الفرق السورية بعدة مسابقات نفسها. أريجو كان آخرها بمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي يلي أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث حققوا المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة المفتوحة للفئة المتوسطة والثالثة في المسابقة النظامية للفئة العليا. واليوم جارية التحضيرات لمسابقة أولمبياد الروبوت العالمي، ومعنا المدرب طارق شيخ الشباب بالاستديو. يسعد صباحك طارق. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك طارق. بالبداية مبروك المرتبتين الثانية والثالثة اللي حصلتوا عليها، وهي مو المرة الأولى اللي بتحصلوا على مراتب بالمشاركات العالمية. خبرنا كيف التحضيرات هلأ الأطفال للمشاركة بهيك مسابقات؟ مسابقة الروبوتك هي مسابقة بدها تحضير كثير، يعني بدها برمجة وبدها جزء ميكانيك وبدها كثير شغل. فعمليا نحن فرقنا خلينا نقول بنادي الروبوتك بالجمعية المعلوماتية السورية صار عم تتحضر بحدود الخمسة أشهر، والبطولتنا الوطنية على المستوى الوطني حتكون بنهاية شهر 7 أو بداية شهر 8. في شوية أمور يتحدد التاريخ بشكل نهائي، وعلى أساس الفرق الأولية من كل فئة عمرية هي اللي بتطلع بتنافس بالبطولة العالمية. البطولة العالمية حتكون هاي السنة بكوستاريكا. كوستاريكا هي بين المكسيك والأرجنتين بالأمريكا الشمالية، فحتكون منافسة كتير حلوة. حيكون في أكثر من 100 دولة عم تتنافس بأولمبياد الروبوت العالمي، ونحن متأكدين يعني انه حنحقق نتائج، لانه حققنا نتائج بالهند. يعني كنا نحن رايحين على الهند خايفين انه نحن بدنا ننافس ألمانيا، بدنا ننافس فرق كوريا والصين واليابان وغيرهم. ايه نافسناهم على فكرة وجبنا كؤوس وسبقناهم. نحن كتير متحمسين انه بكوستاريكا حنجيب بس مراتب اعلى وكوس اكثر. اكيد طارق، ان شاء الله يا رب بتحققوا النجاح، ونحن بنتمنى لانه هذا فخر لنا. هلا بالمسابقة الأخيرة بنيودلهي شارك 9 فرق، بكوستاريكا كم فرقة رح يشارك؟ كمان حيشارك 9، لأنه بيحق لكل بلد إنه يشارك ب9 فرق كماكس عدد مشاركة كممثل للبلد الواحد. طارق، في شروط للمسابقة لحتى تشاركوا بأي بلد كان؟ في شروط خلينا نقول على الفئات العمرية، يعني مو معقول نحن صف طالب هو صف 11 أو طلاب المدارس الثانوية تنافس طلاب جامعة. ففي شروط بالعمر هي المركز الأول. تاني شيء في شروط بعدد الفرق، يعني مو معقول انه بلد مثلا عنده 5-6 فرق عم تتنافس انه يطلع بفريق كامل يمثل البلد. فلا، في شروط معينه بحيث انه يكون في عندك اقل شيء 25 فريق من كل فئه عمريه ليطلع فريق واحد ينافس. طبعا اذا زاد عدد الفرق اكثر بحق له يشارك الفريق ب2 و3 فرق بالبطوله العالميه، بس حاليا نحن عم نشارك بالحد الادنى اللي هو 9 فرق. تمام طارق، كمان خلينا نحكي عن حجم المسؤولية. دائما بأي مسابقة بيكون فيها الشباب السوري بيكون في مثل ما قلت لك بالبداية، قلت لي في خوف، يعني مسؤولية، يعني نحن بدنا ننجح. تحكي لي عن حجم المسؤولية اللي وقعت على عاتق المدربين. أهم شغلة هي الوقت، يعني حتى نقضي نحن على الخوف طبعاً أو خوف الفريق بحد ذاته هو التحضيرات اللي نحن بنعطيها وقتها تماماً. يعني نحن بنقعد تحضير الفريق مو أقل من 4-6 شهور لا يجيب نتيجة ممكن. هلا في فرق بتشارك بشهرين 3، يعني ما بتكون نتيجة طبعا مثل المحضر 6 شهور. فنحن هذا الدرس نحن تعلمناه من سنة روسيا، لأنه نحن مو أول مرة بنشارك بالبطولة العالمية. كمان ب 2015 شاركنا بروسيا، وكان فريق المعهد العالي للعلوم التطبيقية هو المرتبة الأولى عربيا، المرتبة الأولى عربيا كفرق مشاركة، وبنفس الوقت المرتبة الرابعة على مستوى الدول. فالتحضير هو أهم نقطة بالوقت خلينا نقول. فانه يكون الفريق عم يحضر برمجيا ميكانيكيا، يعمل بحث يشوف الافكار الثانيه، لانه عم نشتغل مع اعمار صغيره. تمام، يعني هذا الموضوع طارق فيه يمكن شويه صعوبه، يعني عمر صغير عم يتم تدريبه وتاهيله للمشاركات بمسابقات عالميه، يعني قديش هذا الشيء كمان فيه شويه صعوبه؟ يعني انتم عم تتحدوا العالم وعن طريق هالمسابقه باطفال. بالضبط، مشان هيك نحن في عندنا خطه كامله. يعني الولد بيجي بيسجل عنا بدورة، دورة مبتدئ ما له يعني ما له أي أساسيات، من دون أي أساسيات هو يبلش معنا من الصفر برمجياً وميكانيكياً. بس يخلص الدورة يكون في عنا بحدود 30 طالب بالدورة، نختار أفضل 5-7 طلاب. هدول السبع طلاب بنعمل لهم دورة تانية متقدمة، كمان بيختار منهم 3-4. يعني هي مثل عملية تصفية. بالضبط، لأنه لأنه إحنا بحاجة لأن يكون عنا الفريق الواحد هو 3 أشخاص. فنحن يا بيكون عنا فريق يكون عندنا 5 فرق قوية أحسن ما يكون عندنا 40 فريق أكيد. ما يكون عنده نتائج حلوة. فنحن هذا المركز عليه.
طارق، يعني كيف بتلاقي هالاهالي هيك في حماس لانهم يسجلوا اطفالهم بالجمعيه؟ يعني بيلاقوا انه لازم يتطور المخ تبع الطفل، بحسوا انه بصير عندكم مثل مسؤوليه اكبر، كيف بنلاقي الاهالي الاقبال؟ من دون دعم الاهالي على فكره وملاحقتهم لاولادهم ما قدرنا يعني نوصل لهذا العدد. خلينا نقول نحن هلا عندنا 26 فريق باسم الجمعيه لحالها هي البطوله حيشارك فيها. لولا الاهالي هن داعمين الاولاد تبعهم، هن عم يشجعوهم وعم يبدوا نشاط الروبوتك عن اي نشاطات ثانيه، باعتبار انه نشاط الروبوتك هو اكثر من برمجه او ميكانيك، هو عباره عن تجربه، لانه حيشتغل مع فريق، حيشارك بمسابقه، هي المسابقه حيكون في لها نتيجه، حيكون في لها خلينا نقول جائزه، هل هي سفر او سواء كان انه مجرد ربح الكاس الاول ومشاركته بالبطوله العالميه كمان هو احد الجوائز تبعها. فالاهالي هن اللي بيساعدوا الاولاد على فكره، هن اللي بيحطون باول خطوه اذا كانوا كثير يعني هن المهتمين فيه. فمن دون الاهالي بصراحه ما كنا وصلنا لكن طارق، يمكن الرياضه بشكل عام والمواهب ان كان يعني ان كان بالرياضه او بالموسيقى او اي مواهب ثانيه، ممكن الاهل يكون اقرب لهم اكثر انه يشجعوا اطفالهم عليها، لكن نشاط الروبوتك قديش مهم يمكن نشر ثقافه هالنشاط اكثر ويكون في مجال اوسع له وفي معرفه من قبل الاهل له. هلا هي الشغله يعني عم نحاول نعملها ضجه، يعني بنحاول كل سنه بكل بطوله نعملها ضجة على مستوى سوريا مو بس على مستوى دمشق، يعني عم نحكي عن محافظات حلب حمص، هي السنة حيكون في عنا فرق من حلب من حما من حمص من سويدا من طرطوس، يعني تنتشر بكل المحافظات انتشرت عمليا، بس خلينا نقول عن نطاق ضيق. السبب الأساسي لأنه معدات الروبوتك هي غالية بصراحة، يعني كتير غالية وإلى معين يعني إلى مواد معينة ما فينا احنا نتحرك فيها أو نعمل لها بديل وطني أو نشتري من أي طريقة تانية. فهي المشكلة الأساسية، فنحن بنخاف إنه نعمل ضجة زيادة عن اللزوم ما يكون في عنا المعدات المناسبة، فنحن عم نعمل في خطة تمام. يعني في انه هي السنة حيكون عنا 90 فريق بالبطولة الوطنية، السنة القادمة حيكون في 110 ان شاء الله، اللي بعدها بنوصل ل 200. ففي خطة اساسية لانه حتى تقدري خلينا نقول الجهات الخاصة مع الجهات العامة تقدر تتعامل مع بعض بهذا الموضوع تمام. لانه المعدات غالية وبحاجة لدعم مادي بشكل او باخر، وهو بصراحة موجود بهي المرحلة، موجود بطريقة كثير حلوة. يعني يا طارق، رغم ظروف الحرب اللي نحن عم نعيشها، رغم الأزمة اللي محيطة بشبابنا حتى بأطفالنا، نحن مستمرين عم نعمل مسابقات عم نطور حالنا. يعني هذا الشيء قديش بيخلي جواتنا مثل دافع كتير كبير لنوصل رسالة لكل العالم أنه نحن موجودين. وأكيد عم نوصلها بمجرد ما نحن نفوت كوفد سوري، حقول لك شو صار معنا بهند، فتنا نحن هيك كوافد سوريا يعني والعالم وماشيين وكذا، العالم كله هونيك متفاجئه، حرفيا متفاجئه انه بيجي عندك واحد ولد الماني انه اوكي انتم كيف عايشين، كيف اجيتوا، كيف كذا، يجي عندك اشخاص كبار خلينا نقول مدربين من بلدان ثانيه انه كيف عم تتدربوا، كيف الاوضاع عندكم، كيف كذا. فهن بيتفاجئوا بكميه خلينا نقول الاصرار تبعنا والهدف اللي نحن بنحطه، غير النجاح يعني غير النجاح اللي عم يحققوه. نحن استضفنا اكثر من حدا بصباحنا غير وعاملين مسابقات، بيتفاجئوا برا انه معقول انتم لساتكم عم تعملوا مسابقات، انتم كيف قدرانين، كيف عم تبدعوا بهالظروف تمام. فهذا الشيء قديش نحن بنفتخر فيه، يعني اكيد نحن اللي بنفتخر فيه اكثر كمان، انه انتم عم تعيشوا الحاله، عم نعيش الحاله من بدايه لنهايه. يعني لما بلشنا تحضير، يعني هلا كوستاريكا بلشين لها تحضير، كوستاريكا حتكون بشهر 11 تقريبا، فالتحضيرات لكوستاريكا بلشت من السنه الماضيه وحتى هلا تحضيرات ل 2018 حتبلش هلا، لانه ما فيك تجيبي بس الاولاد بحاجه لمدربين، فانت لازم تبلشي تحضير المدربين من هلا ليصيروا بمرحله كثير عاليه لتقدر تحطيهم مع تضيفيلهم الاولاد يصيروا بشكل فرق. في خطط للمدربين بالضبط. كمان للوصول لمراتب يقدروا يدربوا طلاب فيها ويحققوا نجاحات. طارق، هلا كل الاهل يلي يمكن هلا عم يتابعونا وحابين يسجلوا اولادهم بالجمعيه السوريه للمعلوماتيه، كيف فيهم ينطلقوا لعندكم، كيف فيهم يسجلوا اولادهم لحتى اكيد يوصلوا للمشاركات العالميه؟ اكيد نحن عندنا صفحه على الفيسبوك اسمها الاولمبياد العالمي للروبوت سوريا، فعن طريقه بيقدروا يتواصلوا معنا باي معلومات اللي لها علاقه بالاولمبياد الروبوت، سواء كانت بغض النظر عن الجمعيه كمنظم دولي خلينا نقول كمنظم محلي، فاي معلومات او اي استفسار عن الروبوت كيف سواء كان بدمشق او غير المحافظات عن طريق الصفحه. يعني طارق، بدنا كلمه اخيره منك لجميع الطلاب يلي رح يشاركوا بالمسابقه واكيد نتمنى لهم النجاح، بس بدنا كلمه منك لهم.
انا متاكد تماما انه احنا حنحقق نتائج بكوستاريكا، لانه احنا الوقت اللي ضوعناه او ما نقول الجهد اللي استثمرناه والخبره اللي اخذناها خلال السنوات الماضيه فهي اكيد حتجيب نتائج. فنحن متاكدين 100% انه احنا حنجيب نتائج، وبقينا هالشهر ونص خلينا نقول وطنيا وثلاث اشهر للعالميه ان شاء الله. اكيد كل التوفيق لكم، وان شاء الله دائما بتحققوا نجاحات ومراتب اولى مثل ما تعودنا عليكم. كل التوفيق لكم، واكيد ناطرينكم بالجوائز اللي رح تجيبوها. اكيد ان شاء الله. نتشكر وجودك معنا طارق، وموفقين، وان شاء الله يا رب الله بيكتب لكم النجاح ان شاء الله. اكيد شكرا.